أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من ملفات وآراء. ابتكر الاستعمار الحديث المحاصصة الطائفية وفرضها على دول عربية عديدة تمهيدا لتعميمها في الدول العربية المتبقية، وجاء ذلك بعد احتلالات خلت على أمل بقاء أدواته الاستعمارية في بلاد العرب عبر تقليب العربي على أخيه باستمالة البعض عبر الأدوات الطائفية والعرقية والتي كان يجب أن تذوب في الدولة الوطنية الحديثة. ففي العراق صنع الاحتلال الأمريكي عام 2003 عام الفواجع والنكبات على أمة العرب والإسلام بتعيين ما يسمى مجلس الحكم الانتقالي الذي تشكل على أسس المحاصصة الدينية والعرقية والمذهبية ليحول هؤلاء العرب إلى أدوات له لاستعمار العراق الأبي وتحويله إلى بلد كانتونات عادت ببغداد لما قبل اختراع الدولة الوطنية. الاحتلال الأمريكي أتى بالطائفية واخترعها ونصبها في العراق، ثم أتى بأدواته ممن استولوا على حكم الأرض على ظهر الدبابات، ثم ادعى أنه يؤسس لحكم الدولة المدنية الديمقراطية التعددية والعصرية بنظامها السياسي ليتحول ما هو شبيه بنظام العصور الوسطى، فلا مكان للديمقراطية ولا مكان لحكم القانون بل لقانون الطائفية والعرقية وقوة السلاح. أما لبنان فلا يختلف كثيرا على العراق، إذ جرى توافق فيه على المحاصصة الطائفية بتوافق سياسي جامع بين زعماء الطوائف الذين ارتضوا بعد حرب أهلية طاحنة فرضت عليهم أن توزع المناصب السياسية وفق نظام الحصص حسب قوة الطائفة، وهذا النظام ذاته الذي ارتضوه عرفا بعيد الاستقلال يتحول المواطن اللبناني بعدها إلى تابع لزعيم الطائفة لا إلى الدولة الوطنية. طلائع الاستعمار الحديث تعاونت أيضا مع ولي نعمتها في احتلال الأرض، ولما تحقق لهم ما أرادوا على ظهور الدبابات نفذوا خطة المستعمر بفرض المحاصصة الطائفية على بلادهم، فإذا بهم يخربونها شر مخرب. نتابع التقرير ومن ثم نفتح ملف هذه الحلقة. يطمع العراقيون واللبنانيون مع كل انتخابات تشريعية وتشكيل حكومة في الخروج من عنق زجاجة المحاصصة الطائفية وبناء بغداد وبيروت على أسس المواطنة وحكم القانون وعدم التمييز على أساس العرق والدين، إلا أن أمالهم تذهب سدى، إذ أن القرار ليس بيد الناس بل بيد زعماء الطوائف والكتل السياسية. ففي العراق يعاني رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي من مصاعب معقدة في تشكيل حكومة جديدة. فشل قبله في ذات المهمة رجلان كلفهما رئيس العراق برهم صالح بتشكيل الحكومة، إلا أن صراعا بين الكتل السياسية الممثلة لمكونات طائفية وعرقية أفشل عملية التشكيل. الكاظمي الذي جرى تكليفه بحضور غالب قيادات الكتل السياسية في البلاد والممثلة للشيعة والسنة والأكراد والتركمان والمسيحيين أظهر مهمته الوزارية، إذ تراجعت مكونات سياسية عن دعمها له بسبب خلاف على توزيع المقاعد الوزارية وسط حديث عن تغير في موقف المكون السني من دعم رئيس الوزراء المكلف بحسب وسائل إعلامية. أما في لبنان الذي شهد حراكا سياسيا ضخما تصاعد في البلاد بعد أزمات سياسية واقتصادية هائلة، طالب بإنهاء المحاصصة الطائفية وتشكيل حكومة بناء على الكفاءة وتوزيع جميع المناصب على الشباب غير المنتمين لأحزاب سياسية، وجرى احتواء الحراك الشعبي من جانب القوى السياسية المختلفة وهو ما أدى في النهاية إلى تشكيل حكومة. لكن إذا كان نظام المحاصصة في الرئاسات العليا الثلاث هي الدولة والبرلمان والحكومة ظل قائماً، فكيف يمكن الخلاص من المحاصصة في التشكيلة الحكومية؟ حسان دياب رئيس الوزراء اللبناني نجح في النهاية بالمرور بحكومته من مصير حكومات العراق، غير أنه يواجه انتقادات من مختلف القوى السياسية وعلى رأسها الطائفة السنية. بغداد وبيروت تحتشدان بشباب يريدون صنع المستقبل عبر سياسات تقوم على العلم والديمقراطية وحكم دولة القانون، فيما الكهول الذين يسيطرون على القرار السياسي في البلاد تتحكم فيها أهداف مناقضة بينها علاقات بدول خارجية ومصالح شخصية وضيقة تجعل من حكم الطائفة أهم من المصلحة الوطنية.
نحييكم من جديد مشاهدينا ونفتح باب الحوار مع دكتور طالب محمد كريم أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية الذي ينضم إلينا من العراق. وأرحب أيضا بالسيد أو الدكتور سلام عبد الصمد الكاتب والمحلل السياسي اللبناني. أهلا بكم ضيفي الكريمين. أهلا بكم. أبدأ بك دكتور سلام عبد الصمد، يعني عندما ابتكر الاحتلال الأمريكي موضوع المحاصصة الطائفية في العراق، ما الذي كانت أهدافه وقتها في اعتقادك؟ سألتيني سيدتي عن العراق في الوقت نحن أيضا نود أن نسمع رأي الدكتور طالب. نعم سنتحدث عن العراق وعن لبنان أيضا، يعني الموضوعان مرتبطان ببعضهما البعض كون الموضوع واحد في العراق ولبنان بالنسبة للمحاصصة والطائفية. صحيح سيدتي، أحسنت القول. في الواقع ومع الأسف النظام الطائفي هو المظلة أو هو الوسيلة تكاد تكون الوحيدة الناجعة والفعالة التي لطالما يلجأ إليها الاستعمار بغض النظر عن شكله أو بغض النظر عن جنسه في سبيل فرض هيمنته وسيطرته على مقدرات الشعوب. ومع الأسف الشديد نحن دول العالم الثالث، ولا أريد أن أعمم أو أقول نحن العرب وكأنه نرضى أكثر من غيرنا في أن نسمح للغرب بالتدخل بشؤوننا، والطائفية هي كما ذكرنا هي هذا المفتاح الذي يتسلل منه الاستعمار ليفرض هو هيمنته. وهذا بالفعل ما حصل في العراق ما بعد الاحتلال الأمريكي، لا سيما منذ العام 2003، والذي أصبح يتغلغل في جميع مفاصل الدولة. وهو بدل أن ننادي بحرية العراق وبسيادته، وبدل أن نطمع بعراق نحو الأفضل نحو حقوق الإنسان، فهو العراق مع الأسف يغرق في مستنقع الطائفية عند تشكيل أي انتخابات أو عند تشكيل الحكومة. فبالفعل الأمر مؤسف، وهذا ليس بطبيعة الحال ما نتمناه للعراق الشقيق. نعم، أنتقل إلى الدكتور طالب محمد كريم الذي ينضم إلينا الآن. دكتور طالب أهلا بك معنا. دكتور طالب هل تسمعني؟ طيب أعود مرة أخرى إلى الدكتور سلام. دكتور سلام، عندما نتحدث عن موضوع المحاصصة الطائفية في لبنان والتي كانت موجودة ضمن اتفاق الطائف وبتوافق سابق بين القوى السياسية، هل كان توزيع المناصب بين الطوائف برغبة شعبية لبنانية؟ بطبيعة الحال كلا سيدتي، بطبيعة الحال كلا. أكاد أن أجزم حول هذه النقطة، والدليل ما نشهده اليوم في ثورة 17 تشرين الأول أكتوبر من العام 2019، ما هي إلا خير دليل على أن الشعب اللبناني يريد دولة، يريد سيادة القانون والمؤسسات، يريد توزيع المناصب من سياسية أو مدنية أو عسكرية على أساس الكفاءة، على أساس الجدارة، على أساس الخبرة، وليس على أساس الطائفية. إنما أحيانا ما تتحكم السلطة السياسية، ما يتحكم السياسيون مع الأسف ببعض مفاصل الدولة. وبالفعل كما ذكرت حضرتك، وليس فقط منذ اتفاق الطائف مع الأسف سيدتي، إذا سمحت أن نعود قليلا إلى الوراء، منذ العام 1943 وتحديدا منذ انسحاب في العام 1945، أي منذ انسحاب وجلاء القوات الفرنسية الاستعمار الفرنسي عن لبنان، وعند إعلان لبنان استقلاله، ظهرت هذه النزعة إلى الطائفية من خلال اتفاق رجلي الاستقلال الذين نكون ونجل بطبيعة الحال بشارع الخولي ورياض الصلاح. نعم. نادوا باستقلال لبنان عن باقي الدول، إنما بشرط أن تكون رئاسة الجمهورية من حق الطائفة المارونية ورئاسة الحكومة من نصيب الطائفة السنية، على اعتبار أن هاتين الطائفتين هما الأكثر والأقوى في ذلك الوقت. لينسحب الأمر على اتفاق الطائف بعد انتهاء الحرب الأهلية المؤسفة تنذكر وما تنعاد في لبنان في العام 1989، واجتماع القوى السياسية على تعديل الدستور، على تعديل في بعض الصلاحيات. عندئذ مع الأسف عوض أن نعمل على تأسيس دولة القانون والمؤسسات، على تأسيس نظام علماني، وهنا
أشدد على هذه المسألة، أي نظام علماني؟ نحن سيدتي نحترم الأديان، نحترم الطوائف، ونعتز بانتمائنا إلى هذه الطوائف، ولكل منا ديانته، ولكل منا حريته المكرسة في الدستور، أي حرية الاعتقاد وحرية المعبد وحرية الانتماء إلى دين معين، ولكن هذا الأمر يبقى خاص بينه وبين رب العالمين، ولا يدخل في توزيع المناصب أو في توزيع المراكز السياسية وغير السياسية في الدولة، وإلا عندئذ تزول الكفاءة وتختفي كما يقول الخبرة. نعم دكتور سلام. نعم نعم دعني أسمع رأي الدكتور طالب محمد كريم الذي ينضم إلينا الآن من العراق. دكتور طالب، ونحن نتحدث عن موضوع المحاصصة والطائفية في العراق ولبنان، كيف عطلت المحاصصة الطائفية نهوض الدولة العراقية رغم ما تمتلكه من ثروات هائلة وقوة شبابية ضخمة أيضا؟ شكرا لكم سيدتي الكريمة. بطبيعة الحال طبعا دائما الدول التي تشكل بطبيعة يعني غير معتادة أنه تكون يعني من بناء العقلية العراقية، العقلية اللي هي أساسا كانت المفروض أن تمتلك رؤية لمفهوم دولة معاصرة، دولة جديدة، دولة يجب أن تخرج من طابع القومي الأديولوجي الذي حكم البلاد في 4 عقود طبعا مدمرة. التاريخ طبعا كتب عنها الكثير، وبالتالي أعتقد أنه نتجاوز هذا الموضوع في سبيل أن نستثمر الوقت للكلام عن موضوعات ربما هي أفضل. نعم. وبطبيعة الحال طبعا الدولة العراقية تأسست على دستور، وهذا الدستور هو يمثل العقد الاجتماعي ما بين الشعب العراقي وما بين مؤسسات الدولة. كتب الدستور بطريقة يعني كان تعبر عن التوافق الوطني أو التوافق العراقي أو موضوعة التوازن، وبالتالي تعرفين أنه للسبب أنه الأزمات اللي مر بها الشعب العراقي، وخصوصا خرجنا من قيود تنفسنا الحرية، وبالتالي كان من المفترض أنه نأخذ وقت طويل في سبيل أن نستفيد أكثر ربما من 140 مادة أو 144 مادة دستورية في سبيل أنه نثقف بها نفسنا ويثقف بها الشعب، لكنه كتبت ربما بطريقة مستعجلة أو ربما أراد لها التصويت، وبالتالي صوت الشعب العراقي بأغلبية. ربما تحدينا في تلك الأوقات أعتى إرهاب دولي متمثل بالقاعد، ومن ثم تسلسلت إلى الأمور وصوتنا وأخذ التصويت. لكن المشكلة، نعم أنا أعتقد طبعا في دراستنا لتاريخية الدساتير في العالم كله ليس في العراق بحسب، ليس هناك طبعا دستور أن يكون مثاليا إلى حد كبير، بمعنى أن الدساتير تعالج تحاول أن تحارج الوضع الآني، وبالتالي تجعل لك منافذ أنه للمتغيرات التي ربما تطرأ على المنطقة أو على الدولة بشكل خاص. لا طبعا إحنا هناك مادة ربما هذه اللي وصف في الدستور العراقي مادة جعل الدساتير الصلبة، أنه إذا نحتاج تعديل للدستور لابد أنه 2/3 من 3 محافظتين أو 3 محافظات أنه لا تصوت بنعم، ما تصوت أنه ضد المادة، ومن ثم يجب أن يأخذ الإطار في داخل البرلمان العراقي والنسبة العالية للصوت، يعني أكو أمور بيروقراطية روتينية ربما تعيق هذه الموضوعات. وبالتالي طبعا جعل موضوعة أو اختيار التعديلات الدستورية على الرغم من أنه الأحزاب الممسكة بالسلطة، الكتل السياسية، الوجهات السياسية كلها تشير إلى أن هناك ضرورة لطرح تعديلات على الدستور العراقي، لكنه قد تواجه معرقلات، وواحدة من هذه المعرقلات ربما الآلية التي يجب أن تكون لها سبب. في طبيعة الموضوع ربما نأتي إلى مظاهرات الشعب العراقي في أكتوبر، كانت واحدة من مطالبهم الأساسية أنه يكون تعديلات على الدستور العراقي، وتفاعلت معها بشكل نظري يعني ما نقول عملي، لأنه إلى حين يتحقق. وبالتالي رئاسة الجمهورية شكلت لجنة، وهذه اللجنة يجب أن تأخذ دورها وعملها خلال 4 أشهر، وبالتالي أن تقدم تقرير إلى اللجنة الرئيسية المتمثلة في مجلس النواب العراقي، لكنه اليوم أكتوبر إلى اليوم تجاوزنا 4 أشهر ولم نسمع بهذا الفريق أو هذه اللجنة، ولم نعرف ما الذي حال، يعني بمعنى آخر ربما هذا الموضوع أيضا أجل. وبالتالي طبعا نحن
ما نعاني من مشكلة أساسية، نعم ربما قد نكون قريبين مع تجربة بيروت إلى حد كبير، وربما هناك توأمة حتى بالفعل السياسي مع اختلافات ربما بسيطة أو طفيفة، وبالتالي هذا طبعا ما عاق أنه تكون هناك نهضة عراقية وطنية بالشكل العام. لماذا؟ لأن هناك حتى أحزاب سياسية تحاول أن تخرج من هذه النمطية، لأنها تعي المتغيرات الطارئة والسريعة، وتعي لا يمكن أن تكبل اليوم أي شعب كان يمتلك الحرية والعالم الافتراضي ويطلع على كل صغيرة وكبيرة وكل ما يجري في العالم، وبالتالي إذا لابد أن يمتلك مساحة واسعة من الحرية توازي هذه المساحة، توازيها أفعال تنطبق على الأرض، يعني بمعنى مفهوم المواطنة يجب أن يكون هو هذا المفهوم الراسخ، كيف أن نحقق مواطناً. طيب دكتور طالب، نعم دعنا نتوقف عند مفهوم المواطنة وموضوع أيضا الاحتجاجات الشعبية. أنتقل إلى الدكتور سلام عبد الصمد. دكتور سلام، عندما تعالت الأصوات في لبنان يعني كانت عابرة للطائفة، كانت ثورة على الفساد ونهب المال العام. اليوم من الذي يتحكم في موضوع المحاصصة الطائفية دكتور سلام؟ هل هي الإرادة الخارجية أم القوى السياسية أم أن الشارع سيفرض صوته هذه المرة؟ في الواقع من يتحكم هم الطبقة السياسية التي حكمت البلاد منذ اتفاق الطائف كما ذكرنا إلى اليوم، واستفادت من هذا النظام الطائفي من التوزيع المقيت للمناصب الإدارية والمراكز السياسية على الطوائف، وبالتالي مكنت رؤساء أو زعماء الطوائف وحتى الأحزاب ذات الطابع الطائفي من التحكم بسياسة البلاد ومن التحكم بجميع الحصص وتوزيعها على هؤلاء، أي على ما يعرف بالزبائنية السياسية لكليانتيل بوليتيك. في وقت اليوم الشعب اللبناني ينتفض، هو لم يعد يستطيع التحمل، لقد تحمل طيلة 30 عاما، واليوم منذ 17 تشرين الأول وحتى هذه اللحظة هناك بطبيعة الحال هناك ثورة يقوم بها الشباب اللبناني. من هم هؤلاء؟ الشباب اللبناني المثقف، الشباب اللبناني الذي يريد الدولة، الذي يريد أن يشعر وأنه مواطن ينتمي إلى وطن معين ولا ينتمي إلى طائفة، أي فلنغير المعيار من معيار طائفي بحت إلى معيار المواطنة، أي بالتالي أنت كلبناني لك الحق بتبوء جميع المناصب، جميع المراكز، جميع الإدارات أو جميع خلينا نقول المراكز الإدارية من دون استثناء، بغض النظر إذا كنت سني أو درزي أو ماروني أو أرثوذكسي إلى آخره. فإذا الشهادة أو الكفاءة هي المعيار الذي يجب أن يميز بين مواطن لبناني أو آخر، وليس الطائفة، أي ليس الانتماء إلى الطائفة هو السلم أو هو المدخل الذي يجعل المواطن اللبناني يتبوأ هذا المنصب أو ذاك. فمن هنا الأمل كبير اليوم سيدتي أن يتمكن الشعب اللبناني من خلال هذه الثورة العارمة أن بالفعل يسقط الطبقة السياسية الفاسدة، وهنا لا أحب التعميم، هناك بعض السياسيين أو هناك بعض الذين تولوا الشأن العام مضفاء الكف، وبالتالي لا يمكننا أن نعمم، ولكن بالمبدأ كل من تلطخت يده بالفساد، كل من عليه شبهات الفساد أن يترك الدور أو أن يقعد جانبا بانتظار أن يأتي هذا الشاب اللبناني الكفؤ المتعلم ذي الخبرة كي يستلم زمام الأمور، لأننا نحتاج أكثر من أي وقت مضى سيدتي إلى هؤلاء الكفاءات. نحن نعيش بأزمة اقتصادية، بأزمة اجتماعية، بأزمة مالية، بأزمة نقدية لم يعد يستطيع اللبناني أن يتحمل، لا أحد أعتقد يستطيع أن يكمل على هذا النحو. الدولار اليوم بلغ أو تجاوز عتبة 3000 ليرة، وبالتالي هناك غلاء فاحش، هناك غياب للرقابة، يعني بالفعل بالوقت سيدتي بالوقت أن اليوم البترول يهبط إلى أدنى مستوى له عبر العالم، نجد أن الحكومة اللبنانية ثبتت السعر الرسمي للبنزين ضمن حدود معينة، أي أن الفرق بين هبوط البترول وبين هذا السعر يذهب
إلى الحكومة، ونحن ليس لدينا مانع بالأساس أن يذهب إلى الحكومة، شرط أن يذهب إلى خزينة الدولة، شرط أن يستفيد منه المواطن اللبناني، لا أن يذهب إلى جيوب السياسيين. وبالتالي من هنا جاءت الثورة 16 تشرين. طيب دكتور طالب، يعني في إطار موضوع المواطنة، كيف من الممكن أن يتفوق هذا المعيار، معيار المواطنة ومصلحة الدولة وتأسيس دولة مؤسسات وقانون، ومازال نظام المحاصصة موجود سواء كان ذلك في العراق أو في لبنان، كيف يمكن تحقيق هذه المعادلة الصعبة؟ يعني ربما أستذكر كلمة للمفكر اللبناني ناصيف نصار حينما يقول في كتابه متى يصير الفرد العربي مواطنا، وبالتالي ربما نحتاج إلى خطوات كثيرة. منظومة الدولة ليست كافية، والدستور إذا ما يتطرق إلى هذه الموضوعات ليس كافي، بمعنى أن التطبيقات العملية هي يجب أن نركز عليها، تركز عليه المؤسسات وبالدولة. وبالتالي عندما يشعر المواطن أنه مواطن عراقي، أن يكون الانتماء الأول للدولة وهويته هي الهوية الوطنية، بمعنى الهوية العراقية تفوق كل الانتماءات الفرعية، ويجب أن يكون القانون هو يحكم الجميع بالمساواة، وليس هناك فضل من أحد على أحد إلا بحسب مقدار قربه من تطبيق هذه القانون أو القوانين. وبالتالي هي عقد، هو عقد ينظم العلاقة، وبالتالي تمثل مجموعة من الواجبات يقابلها مجموعة من الحقوق. يعني بمعنى، إلى متى يبقى المواطن العراقي يقدم التضحيات الجسام وفي كل حياته، وربما يورث هذه التضحيات من آبائه، وبالتالي ربما الحقوق قد تكون قليلة أو تكون منعدمة. وبالتالي إذا ما الذي من المفترض يجب أن نحقق كرامة هذا المواطن، كيف أن نعزز فيه ونغرس فيه حب الوطن. حب الوطن ليس شعارات، بمعنى أنه عندما ننظر أنه الدولة هي تهتم وهي تتسابق في سبيل أن تحمي المواطن ربما من الآفات الاجتماعية، ربما من الأمن الاجتماعي، الأمن الاقتصادي، ربما من بيئة، أن تكون بيئة. طيب أعود إلى الدكتور سلام عبد الصمد، فقدنا الاتصال بالدكتور طالب. دكتور سلام، اليوم بعض وسائل الإعلام تتحدث عن الحكومة الحالية ووصول حسان دياب لرئاسة الحكومة، يقال أنه كان والصراع مع القوى السنية وأن تيار المستقبل يعارضه، هل من الممكن أن يؤدي ذلك دكتور سلام إلى إفشال هذه الحكومة برئاسة حسان دياب؟ في الواقع سيدتي، يعني إذا أردنا أن نحلل سياسيا ماذا يجري حاليا من دون أن يكون لي موقف شخصي، لأنه موقف شخصي أنا مع الثورة، مع المعارضة الوطنية البناءة، إنما إذا أردنا الحديث عن موضوع الطائفة السنية التي ينتمي لها الدكتور حسان دياب، ما في شك هناك انتقادات تعلو من قبل الطائفة السنية، سواء من قبل تيار المستقبل الذي يرأسه الرئيس سعد الحريري أو من قبل أفرقاء آخرين. إنما أيضا إذا تكلمنا باعتبار الطائفة السنية هي جزء أساس من هذا النسيج الوطني العريض ومن هذه الثورة، هناك تهميش غير مقبول لكثير من مكونات الطائفة السنية، وهناك كما ذكرنا انتقادات تعلو على الرئيس، على الدكتور حسان دياب. والسبب بسيط، أن حكومة الدكتور حسان دياب عندما أتت واعتبرت أنها تمثل الثورة اللبنانية، ثورة 17 تشرين، وعدت بماذا؟ وعدت بإنتاجية معينة، وعدت بحل الأزمة الاقتصادية، وعدت بتثبيت سعر الدولار، وعدت بمعالجة أزمة المصارف وبالسماح للبنانيين باسترداد ودائعهم، وعدت أيضا باسترداد أو تمكين الحكومة اللبنانية من استرداد الأموال المكتسبة بصورة غير مشروعة من قبل السلطة السياسية الفاسدة. طب أين نحن اليوم؟ سؤال مطروح، أين نحن اليوم من هذه الوعود؟ ما هي إنجازات حكومة الدكتور حسان دياب؟ اسمحي لي سيدتي، أنا كرجل قانون ولست في المعترك العمل السياسي، أي أقيم الأمور من الناحية القانونية أو من الناحية الموضوعية. أعتبر أن حكومة الدكتور حسان دياب قد تكون نجحت في الملف الصحي، لا يمكن أن نقلل من شأن الدكتور حسن وزير الصحة الذي بالفعل قام بعمل مشكور في إنقاذ لبنان من وباء
كورونا، والحمد لله الأرقام مستقرة وهذا الأمر إلى علاج وإلى تحسن، ولكن في الشق الاقتصادي في الشق الاجتماعي هناك ملاحظات عديدة توجه للدكتور حسن دياب، وأنا من الأشخاص الذين أدعو بالفعل إلى تغيير هذه الحكومة، هذا إن لم يسقطها الشعب في الشارع، لأننا لم نعد نستطيع أن نتحمل. هناك غلاء فاحش، هناك غياب الرقابة، هناك مصارف لا تفتح أبوابها بشكل مستمر، غياب للدولار، لا يمكن لأي مواطن لبناني لديه حساب في الدولار أن يسترد أو أن يسحب من أمواله في العملة الأجنبية. إلى جانب كما ذكرنا هناك وعود، الشعب اللبناني يريد المحاسبة، يريد المساءلة، يريد استعادة أموال السياسيين التي خرجت من المصارف اللبنانية إلى المصارف الأجنبية. لا نسمع سيدتي، وهنا لا أفتري ولا وأنا إنسان موضوعي، أعتبر بأن هذه حكومة وعدت ولم تنجز، شكلت لجان ولكن من دون فعالية، وبالتالي نعم دكتور سلام هذه النقطة، وأنتقل للدكتور طالب محمد كريم. هذا في لبنان بالنسبة لتشكيل الحكومة، ماذا عن العراق دكتور طالب؟ وهذا التعثر في موضوع تشكيل الحكومة، كان بعض وسائل الإعلام تحدثت عن تراجع قوى سياسية قريبة أيضا من إيران، عن دعم الكاظمي، ما سبب ذلك رغم الدعم الذي حظي به قبل تكليفه؟ دكتور طالب، الموضوع هو اولا ربما هناك اختناق سياسي. نعم، ما ادري تسمعيني؟ نعم اسمعك. تسمعوني؟ نعم تفضل. اقول اولا النقطه الاولى تعبر او يصور حاله الاختناق السياسي ما بين الكتل السياسيه، والنقطه الثانيه هي لغه المكاسب ربما والمصالح هي السائده على اغلب الأحزاب السياسية، وبالتالي كل ما يريدون أن يفتحون نافذة في سبيل أن يحلحل الموضوع، هناك أزمات تواجه الدولة العراقية، وبالتالي لابد أن وبالتالي هذه مشكلة يجب أن نتوقف عندها، يعني كعراقيين وكنخب سياسية في سبيل حلحلة الموضوع. لكن الموضوع هو بالاساس هو ليس من كتله او حزب سياسي في سبيل ان يعطون رسائل ايجابيه للشعب العراقي. هذا اولا استحقاق للمظاهرات في الشارع العراقي، خرجت ربما عشرات الالاف ان لم اقل مئات الالاف، ربما تجاوز حتى هذا الرقم، وفي شهور طويله في سبيل انه نعدل او نصحح منظومه الدوله السياسيه، وطبعا كثير من الأحزاب أيضا يرغبون في هذا الأمر، وبالتالي يجب أن يكون تعاضد ما بين الجماهير العراقية وما بين الكتل السياسية الأحزاب في سبيل أنه ننجز كل هذه النقاط، نقاط كثيرة طبعا متعددة، يعني بمعنى الموضوع هو غير منحصر فقط بالحكومة اليوم، الحكومة الانتقالية المؤقتة لمدة عام على أكثر التقدير، في سبيل وهذه واجبات الحكومة ما هي؟ هذا السؤال الآن، ما هي الواجبات التي تقع على عاتق الحكومة المقبلة أو المكلفة اليوم؟ هي نقطتين أساسية. النقطة الأولى يهيئ لعملية انتخابية في سبيل أنه الأمور اللوجستية والفنية والمالية، والنقطة الثانية ربما هي الحفاظ على الاقتصاد العراقي، يعني بمعنى أنه ميزانية الموازنة العراقية. أما بقية النقاط وإن كانت هي ضرورية لكنه لا تستطيع الحكومة لعمرها القليل، وبالتالي إذا ما أردنا أنه الحكومة أن تنجز هذا الموضوع في سبيل أن ننتقل إلى خطوة أخرى، الخطوة القادمة اللي هي أساسا انتخابات برلمانية تفرز هذه من المفترض الانتخابات، تفرز أجسام سياسية جديدة، نعم، تشكل كابينة سياسية فيها الكثير من الكفاءات العراقية، الكثير من التكنوقراط، وبالتالي نعم. دكتور طالب محمد كريم، انتهى وقتي معك، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، كنت معي عبر سكايب من العراق، شكرا جزيلا لك دكتور شكرا. طالب، وأشكر أيضا الدكتور سلام عبد الصمد الكاتب والمحلل السياسي الذي انضم إلينا من لبنان، أشكرك دكتور سلام على هذه المشاركة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.